حياكم الله مشاهدينا الكرام في السلطة الرابعة والتي نستعرض فيها أهم الأخبار في المواقع العربية والعالمية وأيضا المواقع والصحف المحلية. والبداية بالعناوين. موقع المصدر أونلاين: ميليشيات الحوثي تفرض التجنيد الإجباري على أبناء عتمة والاعتقال لمن يرفض. وصحيفة الشرق الأوسط تكتب: تحذيرات من تجريف حوثي لنهب قطاع الاتصالات. وفي وكالة الأناضول: إدماج الانتقال الجنوبي بالحكومة شرعنة للانفصال. مرحبا بكم. علم المصدر أونلاين أن ميليشيا الحوثي تنفذ حملة تجنيد إجباري على أبناء مديرية عتمة غربية مدينة ذمار، وتهدد الرافضين بالاعتقال أو تقوم بإجبارهم على دفع إتاوات مالية كبيرة. قالت مصادر قبلية بمديرية عتمة لموقع المصدر أونلاين إن ميليشيات الحوثي تزور منذ قرابة أسبوع جميع مديريات عتمة وتفرض على المشائخ والعقال الدفع بمقاتلين جدد من مناطقهم والاعتقال ودفع الإتاوات المالية لمن يرفض. وقال الموقع أيضا في تقرير إن هذه الحملة الحوثية تأتي في إطار حملة أوسع شملت الأيام الماضية جميع مديريات ذمار للدفع بمقاتلين جدد لرفض جبهتها التي تخسر فيها مقاتلين كل يوم. كشف تقرير لمنظمة حقوقية محلية في محافظة الجوف شمال اليمن عن توقف 3000 طالب وطالبة عن التعليم في المحافظة هذا العام. وقال رئيس منظمة الحق في الحياة وليد غالب لموقع المشاهد إن المنظمة رصدت خلال الشهور الماضية توقف أكثر من 3000 طفل عن الالتحاق بالمدرسة في مختلف مناطق محافظة الجوف هذا العام. وأضاف غالب للمشاهد أن سبب ذلك يعود إلى نقص في المدارس بسبب تعرض الكثير من المدارس في المحافظة للدمار خلال سنوات الحرب ونقص الكادر التدريسي. من جهته أوضح نائب مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة الجوف علي الفقيه للمشاهد أيضا أن 40 مدرسة تعرضت للدمار أغلبها بشكل كلي وتوقفت فيها الدراسة وهي بحاجة إلى إعادة ترميم، لافتا إلى أن المدارس التي لم تتعرض للدمار نتيجة الحرب يصير عددها إلى 400 مدرسة ليست مكتملة من حيث تجهيزاتها وفيها اكتظاظ طلابي كبير يصل عدد الطلاب فيها إلى 50,000 طالب وطالبة. قالت الكاتبة والصحفية اليمنية وفاء الأنسي في موقع العاصمة أونلاين إن وزارة التربية والتعليم التي سيطرت عليها الميليشيا بعد انقلابها تعتبر هي الأخطر لأنها من أهم الوزارات التي كانت الجماعة تسعى إلى السيطرة عليها من أيام الحوار الوطني والتي تسعى إلى طمس معالم الشرعية الإسلامية واستبدالها بما يتناسب مع أفكارها وبث سمومها وأفكارها الهدامة عبر ملازم تم طباعتها وتوزيعها على المدارس والجامعات بصورة إلزامية وكمادة أساسية. وأشارت الكاتبة في مقتضب مقالها إلى أن من خبث ميليشيا الحوثي إلزام جميع المدارس بإلصاق شعارات الصرخة في جدرانها وعمل إذاعات مدرسية وفعاليات أيضا متنوعة على مدار السنة تخدم أهدافهم وأفكارهم، ومن لم يفعل ذلك يقومون بإغلاق مدارسهم ووضع الشمع الأحمر على أبوابها. ويرى كثير من الآباء أن مصلحة أولادهم لم تعد في التعليم وإن بقائهم في البيوت خير لهم من التعليم الذي تفرضه جماعة الحوثي على المدارس، متعللين أنهم من أنفسهم لم يدرسوا أو يتعلموا وهم أفضل من 1000 متعلم، ويتعللون أيضا بكثرة انشغالاتهم حيث أنهم لا يجدون الوقت الكافي في متابعة شؤون أولادهم والجلوس معهم، فكيف لهم أن يأمنوا على مستقبل أولادهم والتعليم تحت هيمنة تلك الجماعة؟ اتهمت الحكومة الشرعية ميليشيات الحوثي بتعمد خلق أزمة مشتقات نفطية في المحافظات التي تسيطر عليها من خلال سعيها لإفشال المبادرة الحكومية التي أعلنتها خلال أيام. قال البيان الصادر عن اللجنة الاقتصادية إن الميليشيات الحوثية قامت بمنع تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة للدخول إلى ميناء السفن أو سفن الوقود الواردة مؤخرا في مخطط واضح لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات. ولفت البيان الذي تناوله موقع يمن شباب إن الحوثيين يريدون
إفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني وصرف مرتبات المدنيين والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة المواطنين اليمنيين أمام المجمع الدولي وتعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي والإرهابي. وأشار الموقع في نهاية تقريره إلى أن ميليشيا الحوثي لا تعتزم إعلان انتهاء أزمة المشتقات النفطية حتى يقضون فترة أطول في الربح من السوق السوداء المنتشرة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، بالإضافة إلى مساومة المؤسسات والشركات الكبيرة وبعض القطاعات الخدمية التي تحتاج إلى تمويل في المشتقات النفطية بشكل أكبر والحصول على مبالغ مالية نظيرة توفير التموين الكافي لهم. في مواقع التواصل الاجتماعي قال الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي إن الإجراءات المتعلقة بتنظيم سوق المشتقات أوجعت الحوثيين وهوامير النفط. وأوضح الكمالي في تغريدة بصفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر تويتر إن الحوثي يحاول تصوير الإجراءات باعتبارها كارثة خلقت أزمات افتعلوها هم، ولفت إلى أنهم يريدون استمرار السرقة الممنهجة التي تتعرض لها إيرادات البلد وأن تزيد أرصدتهم وأرباحهم وتنتفخ كروشهم على حساب الناس ورواتب الموظفين والعملة المحلية. وأكد أن جماعة الحوثي تجمع إيرادات هائلة وتفرض إتاوات على التجار وضرائب غير قانونية، يستطيعون دفع الرواتب في مناطقهم لكنهم لا يفعلون ولا يقدمون أي خدمات. هذه هي سلطة الميليشيات. وأوضح الكمالي أن جماعة الحوثي تمارس الابتزاز ضد الحكومة والمنظمات والتجار وتتاجرون أو يتاجرون بمعاناة الناس، وينبغي على الحكومة ألا تخضع لابتزازهم. وأشار الكمالي إلى أن قرار الحكومة 75 ساهم في رفض خزينة الدولة بمليارات واستقرار سعر العملة وإنهاء فوضى الاستيراد، ويريد الحوثيون استمرار العبث. واعتبر إعلان الحكومة التراجع عن قراراتها بشأن المشتقات يشجع الحوثيين أكثر على الابتزاز عبر خلق أزمات وقود وترهيب التجار، ويحقق أهدافهم في وضع تدويل الملف الاقتصادي. وقال الكمالي إن تدويل الملف الاقتصادي يهدد فرص تعافي الاقتصاد والعملة تماما، مشيرا في الوقت ذاته أن الخضوع لابتزاز الحوثيين يقود إلى التدويل وإلى استمرار الابتزاز. الإفراج عن شباب ثورة فبراير اليمنية ارتياح شعبي وغضب أتباع الرئيس السابق. بهذا العنوان تناول موقع يمن ونيتور تقريرا قال فيه إن الحوثيون أفرجوا عن 5 من شباب ثورة فبراير 2011 بعد 8 سنوات من السجن في صفقة تبادل أسرى مع الجيش الوطني بعد اتهامهم بالضلوع في تفجير دار الرئاسة في يوليو تموز 2011. وبين الموقع في تقريره أن شباب ثورة فبراير عبروا عن فرحتهم بالإفراج عن رفاقهم بعد 8 سنوات من محاولات الإفراج عنهم، وكان نظام صالح يرفض في كل مرة وضغط مرارا لمنع الإفراج عنهم. وقالت وزيرة حقوق الإنسان السابقة في حكومة الوفاق حورية مشهور: لم يستطع النائب العام توفير أي دليل إدانة ضدهم، اليوم يأتي الإفراج عنهم في ظروف مواتية للسلام، ونأمل تنفيذ اتفاق ستوكهولم لتحرير الباقين. الحكومة اليمنية وعبر وزير إعلامها معمر الإرياني هاجم إفراج الحوثيين على المعتقلين 5، واعتبر الإفراج عنهم مشاركة في الجريمة التي وصفها بالإرهابية. لكن الإرياني تلقى ردود فعل عنيفة وغاضبة من المدونين، أدى في نهاية المطاف إلى حذفه تلك التغريدات. ورد الصحفي فارس الحميري على حديث الإرياني بالقول: الحكومة اليمنية قدمت في مشاورات ستوكهولم قائمة للمطلوب الإفراج عنهم من قبل الحوثيين. تضمنت القائمة شباب الثورة إبراهيم الحمادي ورفاقه. اليوم وزير الإعلام يخرج ليتهم الشباب بالإرهاب، هذا يضرب مصداقية الحكومة ويخدم الحوثي الذي قال حينها أن القوائم تضم إرهابيين. وصلت الميليشيات الحوثية في صنعاء عمليات التجريف والنهب المنظم لقطاع الاتصالات، سواء كان القطاع الحكومي أو الخاص أو المختلط، وهو ما انعكس سلبا على أداء هذا القطاع الحيوي وساهم في تردي الخدمات التي يقدمها ورفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. وأفاد عاملون في قطاع الاتصالات اليمنية في صنعاء للشرق الأوسط بأن تراجع الخدمات وترديها تفاقم مؤخرا بعد أن عينت الجماعة الحوثية أبرز قياداتها في مفاصل يمن موبايل ويمن نت والمؤسسة العامة
للاتصالات في سياق سياساتها لحوثنة المؤسسات. كشف العاملون أن الشركة التي تملك الحكومة فيها 51% إلى جانب بقية قطاعات الاتصالات تحولت إلى مصدر دخل لثراء القيادات الحوثية بمن فيهم كبار القادة أمثال مهدي المشاط وعبد الكريم الحوثي وأحمد حامد ووزير الجماعة للاتصالات في حكومة انقلاب غير المعترف بها مسفر النمير. وعبر الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي من استيائهم من خدمة الاتصالات المقدمة، وقالوا إن التغطية غير جيدة وخدمة الإنترنت باتت الأسوأ والأعلى سعرا في مختلف محافظات الجمهورية. قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني مأرب الورد لوكالة الأناضول إن السعودية تحاول لملمة فشلها في عدن المتمثل بانقلاب المجلس الانتقالي. واعتبر الورد في حديثه لوكالة الأناضول أن ما حصل في عدن فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية، فالانقلاب ينسف كل أهداف التحالف التي تدخل على أساسها باليمن أو تدخل على أساسها في اليمن، وهو دعم الشرعية ضد انقلاب الحوثيين بصنعاء، فإذا به يدعم انقلاب الشرعية في العاصمة المؤقتة في عدن. ويرى الورد أن السعودية تسعى إلى لملمة الفضيحة عبر تسوية تشرعنه ما حصل، وإن كانت بنود الاتفاق فإن مجرد إشراك المجلس الانتقالي في الحكومة يضفي شرعية عليه وعلى ما قام به. ويعتقد الكاتب أنه كان على السلطة الشرعية ألا تخضع لمنطق القوة والابتزاز، لأنه سيطلب منها أن تقبل بما يطالب به الحوثيون. قرر مجلس الأمن 22/16 يطالب الحوثيين كسلطة غير شرعية بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح لصالح السلطة الشرعية التي تشترط تنفيذ تلك المطالب للدخول في تسوية. ختام السلطة، أترككم مع كاريكاتير اليوم.